سقت ايه دلوقتي؟ هو ده وقته؟ فين البضاعة يا دباح؟ مفيش بضاعة. ده انت بتشتغلني بقى. انا عربي شطة اللي مسمع في كل حتة. اعلى مفخلك اركبه يا قرن. شطة. يبقى انت اللي جنيت على موتك وانا اللي يشتغلني ازعله مني ولا ايه؟ وضع ده عند اللي حمره واللي شواه. الكلاب ما يردش عليها غير الكلاب. هو السقا هيطلع ايه من العربية؟ اكيد هيطلع حصان. ده السقا. كلاب؟ يبقى انا في ميدان جوينة. اجري يا دكتور شباب. يا جماعة احنا بنهزر ولا بنشتغل؟ الله، ليه اللي جاب العيال العبيطة دي هنا؟ اسفين يا استاذ احمد، زي ما بقول لحضرتك كده، يعني كل اللي انتوا عملتوه ده واندسيتوا وسط الممثلين وكنتوا هتبوظوا لي اليوم عشان الهري اللي اتحكى لي ده؟ والله العظيم يا استاذ احمد انتوا بتهزروا مش كده؟ بتهزروا؟ يلا ادي التهو. ارتومانية ايه وشيزوفرينية ايه؟ انا فاضلكم. والله يا سقا بيه انا دكتور محترم واسم الدكتور شبراوي عظيمة. عظيمة يا مصر، عظيمة على نفسك، غور ياض من قدام. يا استاذ احمد صدقني ده دكتور بجد، ما يغركش هو شكله عجلاتي، بس صدقني دكتور طلع له كارنيه عم انت. والله يا استاذ احمد احنا اسفين جدا، بس انا فعلا عملت كده عشان يقابلوا حضرتك والله مش اكتر. اللي انت عملتيه غلط، افرض الكلام كانت عورت حد فيهم، اروح انا فين بقى؟ انا هكلم رئيس التحليل بتاعك يا نسمة. اهو يا سقا بيه الكارنيه بتاعي اهو، وادي ورق حاله نسمة. انت اللي بتعالجها؟ ايوه. طب ما لازم تتهبل طبعا. حول ولا قوه الا بالله. انا بيتي بتخرب وغلاوه هند صبري عندك تساعدني. الله، شكله قفش معانا. ما تجيبش ريتها قدامه. طب وحياه منى زكي عندك تساعدني. الله. طب ياسمين عبد العزيز تاكل ولا ايه؟ اسمع يا اسود ومنيل، ايه ده انت مفيد؟ انت خلصان يا ابني، ما ليه حق تعمل معاك كده. انت صعبت عليا، ربنا يخليك، وانا قررت اقف جنبك. الله يخليك. بس تسمع اللي هقول لك عليه. اللي تؤمر بيه. بكره الساعه 8 تستناني في بيتكم وتنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بس كده. الهي ربنا ما يوقع لك فيلم. امين. الهي ربنا يجعلك في كل رمضان مسلسل. امين. يا رب تعمل الجزيره 3. يا عمر، يا عمر انت هتشحت عليا يا عمر. انا هعد لغايه واحد ما اشوفكوش قدام. اللي تؤمر بينك. يا دكتور عظيمه الكارنيه. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب؟ ايوه، بس انا عيد ميلادي مش النهارده. لا ازاي؟ عيد ميلادك النهارده يا منصور. ايوه صح صح يا عم، مظبوط، ده الواحد ناسي، ده انا عيد ميلادي النهارده ومظبوط. وانت طيبة يا حبيبتي. طيب يلا خد شوف الهدية بتاعتك. ايه ده؟ جلابيه وكلسون بدل اللي اتبهدلوا يا منصور. ايوه بس انا لا بلبس جلاليب ولا كلاسين. لا ازاي؟ ده منصور ما بيلبسش غير جلاليب يا منصور. انا مستغرب انت لابس كده ازاي. ايوه يا منصور انت ناسي ولا ايه؟ لما الجلابيه اتقطعت. ايوه صح مظبوط، الجلابيه بتاعتي اتقطعت. ايوه وانا مع المطاريد بنجري فوق الجبل، فوانا نازل على الحصان الكلسون راح مفتوق مني، فانا فعلا محتاج كلسون جديد. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ايه ده؟ نبوت جديد جلد تمساح لاكوست. لاكوست ده انا كده بقى محتاج عم بولو وعمده منهاتن. ودي تفوتني عم بولو عشان تبقى عمده منهاتن يا ابن الظريفه. ده متشكر عمي. طب يلا بقى ممكن تطلع تلبس الجلابيه عشان نلحق نطفي الشمع. يلا يلا يا ريت. يلا ما تفتحش اتنين. انا اللي هفتح. كل سنه وانت طيب يا خط الصعيد. خط الصعيد ايه ده؟ انا بالجلابيه والكلسون ده ما حصلتش الرسم اتقال. انت ايه اللي جابك؟ السربرايز بارتي. خش. بقول لك ايه، السقا جه؟ لا ما جاش، وشكله كان بينيمني. ما تقلقش انا عامل حسابي، خد الشنب ده لزقه هتبقى منصور الحفني. تفتكر عيب عليك؟ هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو منصور، هابي بيرثدي
اطلع يا عمر الشرقاوي. كلم اخلص يلا يا عمر الشرقاوي. اسمع انا عايزك تاخدي بالك من نفسك، لو جرى لي حاجه انا عايزك تعرف ان جوزك مات بطل. جوزك مات بطل يا اخي. وشي على ابو اللي بسكولك. اطلع يا عمر الشرقاوي. جاي لك يا منصور، جاي لك يا منصور.